هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. شهر مبارك وكل عام وأنتم بخير مشاهدي بلقيس أينما كنتم داخل وخارج اليمن. أهلا ومرحبا بكم إلى أولى حلقات برنامج حيث الإنسان. سنكون معكم من خلال هذا البرنامج طيلة ليالي شهر رمضان الفضيل على شاشة بلقيس. إذن قصص إنسانية وجوائز يومية معكم حيث الجمهور حيث الإنسان. مشاهدينا في كل حلقة من حلقات حيث الإنسان هناك ثلاث جوائز يومية مقدار وكل جائزة 100,000 ريال يمني. نأمل لكم حظ سعيد بالفوز بهذه الجوائز. فكرة المسابقة والبرنامج تقوم على متابعة قصص إنسانية يعرضها البرنامج لقضايا وحالات إنسانية في أكثر من محافظة يمنية. يعقب عرض هذه القصة سؤال الحلقة. للإجابة على هذا السؤال عليكم متابعة القصة التي ستعرض في البرنامج ومن ثم إرسال رقم الإجابة الصحيحة. فقط رقم الإجابة الصحيحة عليكم إرسال الرقم من خلال رقم الواتساب الظاهر معكم على الشاشة. مشاهدينا لإرسال إجاباتكم حول سؤال حلقة الليلة وكل ليلة الطريقة كما ذكرت هي فقط من خلال إرسال رقم الإجابة التي تعتقدون أنها صحيحة. فقط الرقم إما 1 أو 2 أو 3 على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. في هذه الفقرة مشاهدينا نذهب إلى حيث الإنسان. قصة الليلة ستنقلنا إلى مكان قصيف في محافظة مأرب وتحديدا منطقة صاع في مديرية حريب لنعيش معا أجواء قصة كفاح تلاميذ الشجر.
إلى الجنوب من مركز مدينة مأرب، وعلى مسافة تبعد 30 كيلومتراً توجد منطقة صاع. محصورة المنطقة، يعني صار لي يعني فيها بيوت حول يعني 17 بيت متقاربة، ولا البيوت اللي بعدها متباعدة، يعني بينها مسافات بيوت بعيدة هكذا متواصلة، حاس 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو، يعني تصل المسافة بين البيت والبيت الآخر. يعني بعد المسافة في بعض القرى، لدينا قرى يعني من جهة صاع العالي، ومن جهة الدمنة، ومن جهة قرية أبلح. المنطقة التي كانت وديانها ممراً لقوافل التجارة منذ زمن بعيد، أما اليوم فهي منطقة مقفرة لا يسير بين جبالها غير حامل الحقائب على ظهورهم، ويسودها اعتقاد رسخته قسوة الجبال. هنا أكثر الطلاب يحرم التعليم، يعني في فصل واحد لا سادس، يعني ولو جاء من ذي يدرسه؟ كما شاهدت اليوم أنا أغطي 2 فصول يعني سادس، ولكني ما أقدر أغطي يعني لا درس أول، يعني ما أغطي لا فصل، لكن عندنا طلاب يجوا يعني كان شجلوا في ثاني في ثالث في رابع في خامس يعني في سادس في أول إعدادي، هنا نصلى أول إعدادي خلاص على حد يوصل التعليم بعد سادس. ليه ما يوصل التعليم بعد سادس؟ لأن المدارس بعيد ما يقدر يتحمل، خاصة ذه الأيام يعني لا يمكن إنه يقدر يعني يدرس من بعد سادس. لا بعد المدارس بعيد عندنا يعني مسافة، يعني ما يقدر انه يمشي مسافة رجل ساعتين. هذا معك انت يا حضر، صح امسك. ها كم ذولا؟ اثنتين. أراد أحمد ناصر تغيير هذا المفهوم بعد أن تلقى تعليمه هنا، سافر إلى مناطق أبعد كي يواجه ما عانى منه في صغره، ويصبح المعلم الوحيد في منطقة تلتقي عندها محافظتا شبوة ومأرب. أنا من الذي درس وكانوا زملائي حوالي 23 طالب، وكان لدينا مدرس واحد درسنا إلى صف سادس، الباقين من بعد المدارس، كانت المدارس بعيد يعني من هذه المنطقة المواصلة، ما قدروا يوصلوا التعليم، ولكن أنا بعناء وبتعب واصلت التعليم في مدارس يعني بعيدة كانت من المنطقة، والحمد لله خلقت الثانوية، وهنا الآن مدرس يعني بدلية، وهنا التعليم عندنا تحت الأشجار. الصبورات ماشي يعني صعب. لكن ناصر ظل وحده في المكان إلى جوار 100 طالب وطالبة، أعمارهم متباعدة، وجل حلمهم الدخول إلى فصل وحيد وسط وادي حريب. ولأجل هذا يجب اجتياز 5 فصول دراسية جميعها تحت شجرة. لم يكتفي الخلفاء بذلك، بل شجعوا العلماء على ترجمة بعض الكتب مثل الكتب اليونانية والهندية، في كتب يونانية وهندية. يعني هذه الغرفة ندرس بها فصل، وهذه الشجرة يعني كما صورته من قبل يعني تعتبر فصل، يعني شجرة فصل، وهذا حق المسجد يعني فصل. في مدينة بغداد وحدها 30 مدرسة. يحتاج الذهاب إلى هناك لساعات في طرق يتم السير عليها لأول مرة، وهناك أيضاً
لا تسمع غير الثناء لكل من يصل إليهم ويفكر بوجودهم خلف تلال مجدبة. يمكن تسمية المدرسة هنا بذات الفصل الواحد والحلم المشترك للجميع. يجد الطلاب دعماً من أهاليهم لإكمال الرحلة نحو الفصول المتقدمة، لكنها لا تزال آمالاً بعيدة بعد المسافة التي تفصل أرضهم عن أقرب صرح علمي، وتفصل الفتيات عن أمجاد ملكة تعصيتها في كل الأرجاء البعيدة انطلاقاً من أرض قريبة من هنا. يعني الجهة يعني عندنا يعني حوالي يعني 30 أو 40 طالبة يعني حرموا من التعليم صراحة حقيقة، لأن احنا عندنا نبدأ على صف سادس ومن صف سادس يعني بتعو المرحلة بعيد أبعد يعني تروح يعني المدرسة بيننا وبينها مسافات يعني. فنتمنى من الله وإن شاء الله بالتعاون الجميع أن نصلي إلى حاجة أحسن من هذا. كل تلك الآمال يجمعها أساس أولي، وإن بدا صغيراً فهو أكثر أثراً في مستقبلهم ولن يجعلهم يبحثون عن الظل. لا يدعون الوقت يمر، فبينما كانت الجدران تقام كان التلاميذ يتلقون العلوم ويستمعون لدروس التاريخ، وربما يشاهدون لبنة منه تبنى على مقربة منهم. بالإمكان أن نمحو بعض الأحزان، أن نمسح دمعة حرمان. عندنا هذا يعني تقولوا انها حاجه بسيطه، بس عندنا ما هي بسيطه، هذا عندنا يعني حاجه كبيره عند الاجيال عند الاهالي. لا يستطيعوا الاهالي ان يبنوا فصول مثل هذا، ما استطعنا لنا 18 سنه ما استطاعت يعني الاهالي ان يبنوا حتى فصل واحد. قطره خير قد تحدث في العتمه نور، قد تجعل لله لضمير، قد تبقي فينا الإنسان. أصبح بإمكانهم الآن القول إنهم في طريقهم إلى المدرسة، وإن رحلتهم الطويلة كل يوم تجعلهم يصلون إلى محطة الحلم الأولى. لكن ذلك لا يلغي حقيقة أنهم ما زالوا بحاجة إلى الكثير، وإلى من يغير واقع الصحراء ويطوع الجبال ويعيد للطريق مجده. قطرة خير قد تحدث في العتمة نور، قد تجعل لله لضمير، قد تبقي فينا السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير. أنا هناء سأكون معكم طوال شهر رمضان في 30 قصة إنسانية حاولنا من خلالها أن نغير واقع البعض عبر مشاريع تنموية. هذه المشاريع قد لا تغير كثير في واقع الناس، لكنها تؤسس لفكرة التعاون المجتمعي وتسلط الضوء على جانب من المعاناة الإنسانية. ونحن هنا وقفنا أمام قيمة أكبر مما نشاهده هنا وهناك، وقررنا أن نعالج سؤالاً
أكثر التزاماً ومسؤولية. كيف يمكن لقناة بلقيس أن تدخل في التفاصيل اليومية لحياة الناس الذين يحتاجون لمن يساعدهم ويأخذ بأيديهم وتترك أثراً عند المشاهد وعند أولئك الذين وقفنا على معاناتهم على حد سواء؟ نعرف تماماً أن المتعة لأصحاب القلوب السليمة هي في رؤية ابتسامة طفل وجد فصلاً يدرس فيه بدلاً من شجرة قافرة لا تقيه برداً ولا شمسة، وفي فرحة امرأة وجدت رأس مال يعيلها وأولادها يقيها سوء السؤال ومصائب الدهر، في شاب تركت فيه الفكرة أثرها وراح يستبق نفسه إلى الخير. ولأننا نعرف ذلك تماماً قررنا أن نكون حيث الإنسان. يقال إذا أردت أن تذل شعباً وتجعله سهل الإنقياد ورهن الطاعة، ما عليك إلا أن تجعل التعليم صعب المنال، تجعله رفاهية مقصورة على قلة من الشعب. تلك القلة في الغالب لا تخلو من تجار الحروب والساسة المنتفعين وآخرين وهم كثر، هم أصحاب الخلاص الفردي. نفسي نفسي. بحسب خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2018 فإن 4.5 مليون طفل يمني في سن التعليم خارج المدارس، بالإضافة إلى أن 21% من المدارس غير صالحة للعملية التعليمية. لكن المفارقة المحزنة أننا نتحدث اليوم عن مأرب، مأرب التي ابتدأ فيها تاريخ اليمن وتشكل معبد اليمن الأول. في مأرب ابتكر الإنسان اليمني خط المسند ودون بها حضارته واستند على قوة العقل والمنطق، فكان الإنسان صاحب قوة وبأس شديد وشورى وحكمة. أليست مفارقة غريبة أن تصبح واحدة من أبرز البلدان التي شكلت مهد الحضارة البشرية مجرد مناطق خالية من الحياة؟ كيف فشلت الدولة في الوصول إلى هنا وبكل حكوماتها المتعاقبة إذا لم يكن هذا بفعل فاعل أن يتخرج الطالب من الصف السادس ليحمل سلاحه ويصبح مقاتل؟ ألم نتساءل كثيراً عن أسباب حصول ميليشيا غامرة على هذه القوة من المقاتلين؟ من هنا تأتي الإجابة، ومن هذه المناطق التي لم تدخلها الحياة بعد، لم تعرف العالم ولم يعرفها. الدولة والحكومة ووزارة التربية والتعليم مجرد أسماء، مناطق معزولة تماماً، معزولة بالفعل والقوة وخارج إطار العالم قصداً، في ظل سيطرة دولة جل همها وكله هو التفكير في مسائل أعضائها الشخصية. لكن هل هي مأرب وحدها من تعاني من هذا التجريف الممنهج للتعليم؟ لا، فمثلها تعاني كل أرياف اليمن، مناطق لا يزال التلاميذ فيها يتلقون التدريس تحت الأشجار، يتصدون بأجسادهم النحيلة للبرودة والحرارة وتقلبات الطقس. من هنا تبدأ قصة الإهمال الوحشي للدولة، وهنا تسقط ورقة التوت كاشفة زيف النظام. فصلان دراسيان كانت فكرة المشروع البسيط بحجمه الكبير بفكرته. التعليم الآن، التعليم لكل الناس بل الفقراء أولاً، لكن هنا حاولنا قرع جرس الأسى وفتح أبواب لم تفتح من قبل، ندرك أن الحقائق جارحة ولذا لا بد من مواجهتها ومواجهة أنفسنا بها. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا معا هذه القصة التي عرضناها من محافظة مأرب وتحديدا من مديرية حريب، وكانت مصحوبة بتعليق أيضا من الزميلة هنا صالح، والتي استعرضت فيها جانبا من واقع التعليم في أرياف اليمن. أرجو أن تكونوا قد تابعتم هذه القصة وركزتم في تفاصيلها لمعرفة جواب سؤال حلقة الليلة. وسؤال حلقة الليلة يقول: ما اسم المنطقة التي بنيت فيها الفصول المدرسية؟ ما اسم المنطقة التي بنيت فيها الفصول المدرسية؟ والاختيارات الثلاثة الظاهرة معكم على الشاشة هي: الاختيار الأول رحبة، الاختيار الثاني صاع، والاختيار الثالث مجزر.
إذن عليكم اختيار رقم الإجابة التي تعتقدون أنها صحيحة، إما الاختيار الأول أو الثاني أو الثالث، فقط إرسال رقم الإجابة 1 أو 2 أو 3 على رقم الواتساب الظاهر أسفل الشاشة، فقط إرسال رقم الإجابة بدون ذكر أي تفاصيل أخرى. إذن أذكر مرة أخرى بسؤال حلقة الليلة، والسؤال يقول: ما اسم المنطقة التي بنيت فيها الفصول المدرسية؟ وعليكم اختيار رقم الإجابة الصحيحة من الإجابات الثلاث الظاهرة على الشاشة، والإجابات الثلاث هي: الاختيار الأول رحبة، الاختيار الثاني صاع، والاختيار الثالث مجزر. فقط ترسلوا رقم الإجابة التي تعتقدون أنها صحيحة 1 أو 2 أو 3. أتمنى لكم حظ سعيد والفوز بجوائزنا المالية المقدرة ب 100,000 ريال للثلاثة فائزين، كل فائز 100,000 ريال. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام الحلقة الأولى من برنامج حيث الإنسان، وذكر أننا سأكون معكم يوميا من خلال هذا البرنامج عند 9 مساء يوميا على شاشة بلقيس. أذكركم بسؤال حلقة الليلة، والسؤال كان يقول: ما اسم المنطقة التي بنيت فيها الفصول المدرسية؟ وكانت هناك 3 اختيارات، هل منطقة رحب الاختيار الأول، أو منطقة صاع الاختيار الثالث الثاني، أو الاختيار الثالث مجزر. فقط ترسلوا الرقم الإجابة فقط دون ذكر أي شيء على أرقام الواتساب. وأذكركم أيضا بمن فاتت مشاهدة هذه الحلقة، بإمكانكم مشاهدتها من خلال أوقات الإعادة أو من خلال وسائل التواصل المختلفة وحسابات قناة بلقيس على فيسبوك ويوتيوب وتويتر وإنستغرام. صوم مقبول وذم مغفور وشهر مبارك، وكل عام وأنتم بخير مشاهدي بلقيس. نلتقيكم غدا وكل يوم على شاشة بلقيس 9 مساء بتوقيت اليمن. في أمان الله. نصنع للأمل مكان، أن نوقف قتل الألوان، أن نجعل ما يحدث كان بالإمكان، أن نمحو بعض الأحزان، أن نمسح دمعة حرمان، أن ننقذ قدر الإمكان. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.